حبايبنا السلام عليكم. النهارده لازم احضر غدا في ربع ساعه، معرفش ازاي، لان انا اصلا ما كنتش احضر غدا النهارده، فجت لي اغباريه كده ان لازم احضر غدا. فانا كان عندي بطاطس رفنعه فقلت اقورها، وامبارح كنت عامله صينيه رقاق لياسمين للدكتور وعملت سنارينا، ففضل حبه لحمه مفرومه، فانا قلت ايه اقور كام بطاطس كده. بص هعمل بايركس قد ايه الصغنن ده، هرص فيه البطاطس كده، يعني هعمل على قده، هما 6 7 بطاطسات اللي هيجوا فيه على قد البايركس ده بالظبط، وهعمل جنبيه بقى شوية رز ولا شوية أي حاجة كده وخلاص، مش هكتر عن كده في اللي كنت بقورها اهي. انا اوريكم بقى البطاطس، لحمة متعصجة عادية جدا ببصل وبهارات. انا كل ما بعصج لحمة بحوش حبة منها، معلقتين تلاتة، شوية كده في علبة شوية في كيس، وما اجي بقى في مره زي دلوقتي زي يوم كده بكون بعمل حاجه بروح لما البواقي كلها اللي عندي في الفريزر بصراحه بينفعوني اهي. قورتها اهي، بصوا اقور بقى كله وبعد كده اوريكم هنعمل ايه بالظبط. جماعه البطاطسيه اهي، ناخد واحده سليمه زي كده اهي، بروح قطع البوز اهو. انا ما عنديش مقر، ما عنديش غير المقشره عشان يقور عند ماما، وانا مكسله روح او حتى بمعلقه رفيعه أوه. شايفين؟ روح بقى لما ما بحفهاش قوي بس كده، هما يا دوبك اللي انا عاملاهم دول على قد البريركس، هعملهم كده كلهم عشان اقورهم مره واحده، دي تقور بسهوله، ودي كمان ودي كده اقورهم بقى. وهي اللحمه زي ما قلت لكم اهي بالسلطه على النبي. ماشي، ايه رايكم نعمل طاجن مسقعه باللحمه المفرومه جنبها كمان؟ بس اللحمه دي كتير، فبلاش. بصوا مش هعمل رز، هعمل مسقعه والبطاطس وناكل بعيش. ايه رايكم؟ ايه رايك يا حاجه اللي قاعده؟ حلو، حاسه الدماغ هيبقى حلو. ماشي اهو، اجيب ده. شوفوا كده عندي بتنجان، ليه بتنجانتين دول اهم هعملهم، وكم قرن فلفل دول هجيب واحد زي ده كمان صغير كده، بصوا صغنن ازاي اهو، وعيش هبعت اجيب عيش من تحت، او اخلي كريم هو كده يجيب عيش معاه وقضيت على كده الحمد لله. اولهم بقى بسرعه، وانا بقلي البتنجان والبطاطس هكون بايه بظبط بقى اللحمه بالطماطم بتاعتها وكلها واجهزها ونعمل على كده. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت اللحمه المفرومه هنا ايوه كده، تفك بس عشان ما اطرح السمنه اللي فيها وكده قبل ما احطها الصلصه، وهنا الزيت بيسخن. هقلب البطاطس الاول، البطاطس الاول هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، سخنت ومسقعه هعملها في الستين ده وما يدوب على قد ايوه. بص تقريبا ربع كيلو لحمه عشان ما تعملي، بس انا بعمل قد فردين يا جماعه. ناس كتيره جدا بتستغرب ليه صدفه انت بتعملي اكل قليل، يا جماعه الاكل بيفيد. اه كنت بزود عشان ماما وياسمين وهدى والجماعه، دلوقتي محمد بيصور فوق اكل ليه ماشي، وساعات بتصور اكل مع عيالها وبتطبخ مع عيالها تاني يا رب عشان بشتغل، وماما معظم اكلها صحي عشان خاطر ماما القولون بتاعها تعبها، وياسمين وهدى زي ما انتم عارفين عاملين تكميم ما بياكلوش. انا بعمل اكل وبيفيد مننا، بيفيد كتير، بيفيد مثلا يبدل عنتر طبق، محمد مثلا ينزل بيجيب عن ياخده كده. انا ما بحبش ابيت اكل عندي عشان كل يوم بدل، فهمتوا كده؟ وطبعا مش استخسار ولا حاجه، وبعدين العيشه بقت غاليه برضه زي ما انتم شايفين كده، الاكل هيفيد هيترمي خساره، حرام احنا اولى بيه. نحط بقى معلقه صلصه كده كبيره حلوه كده من البطرمان، بسم الله، بس وديها شويه ميه زي كده، هروح مديها شوية مية نقلبها تقلبها فيها كده، نديها شوية مية عشان يقعدوا يغلوا مع بعض كده ويتسبكوا حلو قوي. دي شوية مية اهو، وهسيبها بقى تتسبك مع بعض وتاخد وتدي بشكل ودي كده حلو قوي. اسمي عاملة صنفين حلوين باللحمة وربع كيلو لحمة وعلى القد اهو، بصوا كام بتحصل، وعارفة البطاطس دي هتفيد مني.
ممكن تسلقوها او تحمرها، انا بصراحه بحبها متحمره ما بحبهاش مسلوقه. خلينا في الدم الصغنطوط ده نحط الحلو كده، الصباع دخل في الطاسه، الصباع دخل في الطاسه يا ولاد، مش قادر احطهم في القعر بتاع السمك اهو بالقعر. ايوه كده نظبط بقى ملح وفلفل والاشياء هنا. طماطم اللحمه كده تمام، وظبطت الملح والفلفل. نيجي بقى هنا كده اهو، نشيل دول نحطهم في قعر البايركس بتاعنا اهو. وين عايز اقول لكم انا بحب اكل قلب البطاطس عن البطاطس نفسها، اني بحط عليه حبه لحمه من الصوص اللي انا عاملاه ده وبقلبهم فيه، بيبقى تحت الصينيه كده بقى شاربه من الصوص، بتبقى حلوه قوي بصراحه. نحط بقى البطاطس كده اهي دقيقتين بالظبط ونطلع البطاطس. في نفس ذات اللحظه زي ما انتم شايفين كده اهو، واقلبها واجهزها عشان اطلع البطاطس النقطه تهدى واحشيها على طول على مقلب البطاطس. بس حلو قوي كده بس انا عندي هذا البطاطس اهي، طلعها كده رصها شايفين كده كده تمام. بسم الله هذا البتنجان اهو كمان بالمرة بس كده، حمره لحد ما احشي البطاطس. زي ما انتم شايفين كده في المعلقه على طول، عشان طبعا بتاع من الهليبه نار احشيها بقى كلها في نفس الوقت. عارف الباذنجان متقلي كده يبنى ايه، هدي نص كوبايه ميه بس وادخلها الفرن. هنا ليه كمان اهو نطلع البتنجان عليها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده ناخد حشرة ونلامة كده اهو، كده كله هيخش في بعضه. ادي بقى الباقي والفلفل والحاجه كلها. انا ما زودتش بتنجان على البتنجان، انا كنت حطاهم ما حطيتش غيرهم. بس احط بطاطس هتاكل صينيه البطاطس اللي انا عاملاها. بس كده بطاطس ادي ايه، نص كوبايه الميه اهي. بس كده دي كده تخش الفرن. وادي المسقعه بسم الله. على الفرن هي كمان، احط لها بس شويه زبيب على الوش. شويه زبيب بسم الله. الفرن بقى ربع ساعة بالظبط وحطهم مع الخبز وخلاص. شكرا. بصوا بقى اهي بدأ يغلى اهو من البطبقة، حمر وشهم خلاص على كده. بصوا بقى البطاطس وجمالها، وادي المسقعة وجبنا العيش خلاص. بس كده بصوا الجمال، المسقعة عايز تتاكل أكل كده. بصوا بتبقبق لسه. يلا